السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج بيوند كاد، وبرنامج ممتاز جدا. بنقدر نصمم بيه مدينة بشكل حلو. هقول له افتحه لي بشكل فري نيو بروجكت، فهو عندي نيو بروجكت اللي هو بتاعت تبدأ مشروع جديد. لود بروجكت لو انت عندك مشروع انت كنت شغال فيه قبل كده. اكزامبل دي بعض الامثلة اللي بتيجي مع البرنامج، وهنا بيقول لي لو انت عايز تمشي في قلب المبنى هتعمل ايه. طب الليفت ده بيعمل سيلكت، طب الميدل سكرول بيعمل زوم، ورايت بيعمل لوك اراوند. فاقول له كلوز، اكبر الشاشة. فممكن تيجي هنا بقى من فايل بتلاقي لود سيف سيف از امبورت. فامبورت دي اللي احنا هنبدأ بيها. هتلاقي عندك حاجات كتيرة جدا ممكن تشتغل بيها، زي ان هو ممكن ياخد ملف اوتوكاد، ياخد ملف اف بي اكس. طيب خلينا ندخل على الدي. هنلاقي مثلا الفيلا ديت، هقول اوبن. فبيقول لي سبريت دوبليكيت ماتيريال، سبريت لارج مش قسم لو في حاجة كبيرة. الاوريجينال لوكيشن اوفست بالفيت. طب في طريقة ان احنا نغيرها؟ من ايديت هنا هنلاقي في اوبشن احنا نخلي الشغل كله بالمتر. روتيشن لو انت عايز تلف المبنى، عايز امبورت سكيل لو انت عايز ينزل بسكيل اكبر. طيب هقول له امبورت، هياخد دقايق بقى لحد ما يحول الملف ده لصيغة هو يقدر يتفاهم معاه ويشتغل معاه. طيب هو مخدش وقت خالص، هو بيقول لي امبورت سكسيد. طيب من خلال الاسهم ده شكل المبنى اهوت. طيب لو احنا عايزين نغير الماتيريال اقول له تكتشر. ممكن نقول له مثلا عايز اسفلت، مثلا عايز اي خامة من الحاجات ديت. فتقدر تغير الماتيريال اللي انت عايزها لأي حاجة زي ما انت شايف. وأي ماتيريال تقدر تتحكم في السكيل بتاعتها، يو اس سكيل، الفي سكيل، ترحلها سكيل تغير فيها. هنشوف في درس مستقل عن الخامات ازاي تتحكم فيها.